لأوكرانيا وتزويد كييف بالسلاح. نمضي أكثر على المشهد من لندن مع زميلي عصام عكرماوي مراسل بي بي سي نيوز عربي هنا في لندن. عصام، مرحبا بك. هل نعرف ملابسات هذا القرار المفاجئ لبن والاس؟ بن والاس قال انه ابلغ رئيس الوزراء ريشي سوناك بقراره في الشهر الماضي، وان هذا القرار اتخذ لاسباب عائليه. قال ان عائلته عانت بسبب انشغاله الكبير بالعمل خلال الاعوام الماضيه. هو مضى في منصبه هذا 4 سنوات وزير الدفاع، لكن قبل ذلك كان وزيرا للقوات المسلحه، وكان عضوا في البرلمان منذ حوالي 20 عاما. وقال ان هذه الامور يعني اثقلت كاهله وعائلته هي التي تاثرت بهذا القرار. لذلك يعني يعتبر بن والس من اكثر الشخصيات الشعبيه في حزب المحافظين الحاكم. كان قد حاول او رشح نفسه لزعامه الحزب، لكنه انسحب من الترشيح وبقي وزيرا للدفاع. قبل ايام كان طرح اسمه كخليفه محتمل ليونس ستولتنبرغ وهو الأمين العام لحلف الناتو، لكن تم في النهاية التمديد لستولتنبرغ. قد يكون يعني نوع من الامتعاض بالنسبة لوالس أنه لم يحصل على هذا المنصب، لكنه في نهاية المطاف قرر أنه يريد أن يتخلى أو يستقيل قبل التعديل الوزاري في شهر أيلول سبتمبر المقبل، وأنه لن يرشح نفسه للبرلمان، أي أنه سيبقى في البرلمان إلى موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة العام المقبل، وبعد ذلك أنه لن يرشح نفسه لفترة برلمانية جديدة. من لندن زميلي عصام عكرماوي مراسل بي بي سي نيوز عربي.